الدين. فيا أما بعد، فيا عباد الله، اتقوا الله واعملوا على إحياء سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم. عباد الله، إننا بهذه المناسبة العظيمة، مناسبة عيد الأضحى المبارك، نؤكد عليكم صلة الأرحام ومؤاساة الفقراء والأجتام والإحسان إلى الأرامل والمساكين. عباد الله، ألا فصلوا وسلموا على خاتم النبيين وإمام المتقين، فقد أمركم بذلك الرب الكريم، فقال سبحانه قولا كريما: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على عبدك ورسولك سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وارض اللهم عن الخلفاء عن خلفائه الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضوان الله تعالى عليهم أجمعين، وعلى سائر الصحابة والتابعين، وعنا بكرمك ورحمتك يا أرحم الراحمين. أيها المسلمون، عباد الله، إننا نذكر في هذا المقام إخواننا الإخواننا الحجاج ونقبتهم على ما يسر الله لهم. نسأل الله أن يتقبل منهم وأن ييسر أمورهم وأن يعيدهم إلى بلدانهم سالمين وبالأجر غانمين. اجتماع المسلمين لإقامة صلاة العيد في يوم الأضحى يحكي لنا مكان اتحاد المسلمين على كلمة واحدة ومنهج واحد، حتى كأنهم جسد واحد، كما قد حكى رسول الله صلى الله عليه وسلم مثالا إيجابيا للمسلمين بالجسد الواحد، فقال: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد، اشتكى إذا اشتكى من عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. نحن المسلمون إذا كنا جسدا واحدا، فكيف يمكن لنا أن نفرح ونمسي أخوتنا في بعض البلاد الإسلامية يعيشون بضغط شديد؟ اليوم يوم عيد ويوم فرح، ولا كيف لنا أن نفرح وننسى أخوتنا في فلسطين الذين يعيشون في بيوت خربة ومنهدمة، يعيشون تحت ظلم السهاينية سهاينة والإسرائيل الغاصبة. أنهم سقطوا على الأرض مقطع الأعضاء، مقطوع الرأس من القفاء، وقتلوا عطشانا. اليوم نحن نصلي في المساجد والمصليات، ولكن لا نمسي المسجد الأقصى المظلوم، ونحن نفرح ونعيش ونكون مسرورا بالعيد الأضحى، ولا ننسى المظلومين في العراق وفي السودان وفي سوريا وفي برما وفي كشمير وأفغانستان وفي باكستان وميانمار وفي المسلمين في الهند الذين يعيشون ظلما ويموتون ظلما. فكيف لنا أن نفرح في هذا البلد وننسى إخوتنا المحاصرين الذين يعيشون محاصرين الذين يعيشون جوعا ويسقطون على الأرض شهداء؟ ينبغي لنا أن نعيد هذا اليوم مع عبائل الشهداء ومع الجرحى ومع المجاهدين ومع المظلومين في العالم. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمن وجب له حق علينا. اللهم اصلح كل فاسد من أمور المسلمين. اللهم لا تسلط علينا من لم يرحمنا. اللهم أيد الإسلام والمسلمين. اللهم أيد عساكر المجاهدين. اللهم انصر أخواننا المسلمين المستضعفين في فلسطين. اللهم انصر أخواننا في غزة. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات وعلى درجتهم، واحشرنا معهم. اللهم اشغل الظالمين بالظالمين، واجعلنا من بينهم سالمين غانمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم إنا نسألك أن تنقض أخواننا المسلمين المستضعفين، ونجهم يا رب العالمين، وانزل السكينة عليهم والصبر، وثبت أقدامهم، وانصرهم على القوم الكافرين. اللهم عجل فرجهم يا رحمن يا رحيم. اللهم يا قوي يا عزيز، خذ الطغاة المتجبرين، فرق شملهم وشتت جمعهم، واجعل دائرة السوء عليهم يا سميع الدعاء. اللهم اغفر لنا أجمعين، أخرجنا من ذنوبنا كيوم ولدتنا أمهاتنا، لا تفرق جمعنا إلا بذنب مغفور وعمل مبرور،
وسعي مشكور، يا رحيم يا ودود يا غفور. اللهم اغفر لنا شبابا وشيبة، ذكورا وإناسا، صغارا وكبارا. نسأل الله تعالى أن يحفظنا أجمعين، وأن يتوب علينا، إنه أرحم الراحمين. عباد الله، رحمني ورحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم، وادعوه يستجب لكم، ولذكر الله تعالى أعلى وأولى، أعز وجل، أهم وأكبر، والله يعلم ما تصنعون. وعيدكم مبارك، تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. From Aisha Masjid. I just want to apologize on behalf of the organizing committee for a delayed start in the congregation, but Eid Mubarak. If there are any volunteers who can stay behind to help us to